عندنا تسونامي اللي هي حدثت يعني في اندونيسيا وفي سريلانكا، اول من بادر يعني بادرت مؤسسة الشيخ زايد بناء على توجيهات الشيخ احمد زايد الله يغفر له ويرحمه، وقمنا ببناء البيوت وبناء المدارس وبناء العيادات الطبية وكذلك الى اخره. اثنين يعني كذلك في المغرب في الحسيمة لما صار زلزال في الحسيمة اتصل بي بالليل يعني قال لي سالم يعني شوفوا شو اسمه، اتصلت بسفارتنا هناك وقلت لهم يقدموا لنا تقرير يعني عن الموضوع، والسفارة المغربية هنا كذلك، وقمنا يعني يعني في زيارتنا الأخيرة يعني بحثنا الموضوع مع شو اسمه السفارة هناك في سفارتنا ومع الديوان الملكي، والحمد لله قمنا يعني بواجبنا بناء على تعليمات الشيخ أحمد بن زايد. كذلك يعني في أفغانستان مثل في أفغانستان، كذلك يعني في الهند، يعني في الهند يعني وهي الهند يعني نحن يعني صار فيها زلزال مع يعني على حدود باكستان وأفغانستان وساهمنا يعني فيها يعني كذلك. فالشيخ أحمد لا يتردد ولا يلي جهد خاصة في هذه الكوارث والحوادث التي نعم. يعني تحدث من جراء الطبيعة يعني نعم. ففي هذه الأمور يعني حريص الشيخ أحمد رحمه الله يغفر له ويرحمه يعني. نعم. سيد عبد الحميد، يعني الشيخ أحمد رحمة الله عليه أدار جهاز أبوظبي للاستثمار، فكيف صب خبرته في المؤسسة وكيف استفاد من خبرته في الاقتصاد في مؤسسة زايد الإنسانية والخيرية؟ رحم الله الشيخ أحمد، الحقيقة كانت له يعني مواهب متعددة. نعم. فهو إلى جانب أو أنه إداري من طليعة الإداريين والمتميزين في عمله الإداري، فهو بلا شك إنسان، وإنسان بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لأنه كان يحمل قلبا طيبا حكيما، إنسانا سليما محبا مبتسما متواضعا. كان التواضع يلازمه في كل مراحل أعماله، هذا التواضع هو اللي أعطى سمة العمل الخيري والإنساني. كان يشعر بجميع الفئات، كان يشعر بكل الشرائح الاجتماعية. الحقيقة الشيخ أحمد كان إنسان صب كل اهتمامه لتطوير العمل الإنساني والخيري ليعاشر أو ليكون في المعاصرة، ليكون في التقنية الحديثة. لذلك كان يحثنا على التخطيط، على التنظيم، على وضع الاستراتيجية. وفي فترة هو الذي اعتمد برئاسته لمجلس الأمناء الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة، وهو الذي وجه إلى وضع المحاور الأساسية لها، المحور الإنساني، لأنه كان إنسانا، لأن الإنسان كما يقول الشيخ زايد رحمه الله هو الثروة الحقيقية بالفعل. فهذا هو المحور الأول وهو الإنسان، فكان محورنا في استراتيجية المؤسسة الإنسان. والمحور الثاني هو الإنسان الذي يحب وطنه فهو الوطنية. أما المحور الثالث فهو الانتقال إلى المشاركة، إلى مشاركة المجتمع، لأن هناك ضريبة على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات أن يكون عليها ضريبة لخدمة الإنسان، فالخدمة الإنسانية يجب أن تشارك فيها الجميع وتتكاتف فيها الجميع، من مؤسسات رسمية وغير رسمية وخاصة. أما المحور الرابع وهو الذي يعني يتمثل بإدارته وخبرته التي ذكرتها من الجهاز، وهو النقلة النوعية، في أن تنتقل المؤسسة من عمل إداري بسيط إلى عمل متميز. الدليل على ذلك أن المؤسسة دخلت بجائزة أبو ظبي للتميز في أول دورة لها، واستطاعت أن تأخذ يعني المرتبة الخامسة في دورة أبو ظبي يعني جائزة أبو ظبي للتميز، مما يدل أنه كان يحث الموظفين والإدارة على أن تأخذ بأهداب العلم، هذا الأهداب التي تعتمد على الأساليب العلمية في الإدارة.
لذلك يعني كان هناك آخر حديث سألتني هناك توجيه لإقامة بكالوريوس للعمل الخيري والإنساني. لماذا لا يكون هناك إدارة لهذا العمل الخيري والإنساني؟ وهذا ربما تكون فيه للإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي تختص في هذه الدراسة المتخصصة للعمل الخيري والإنساني. نعم، لأيام كثيرة انتظرت جميع الشعب الإماراتي وجميع الأمهات وجميع الرجال أيضا والأسر الإماراتية انتظرت خبر فقدان الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، وها هو اليوم نراه يوارى الثرى. اليوم كان مشاعر الناس غير مشاعر، ألم وحزن. خلونا نشوف ماذا قالوا لكاميرتنا وماذا عبروا أيضا. سمو الشيخ أحمد بن زايد كان في مؤسسة زايد مثال يحتذى به في الخير وفعل الخيرات لجميع الناس وعلى مستوى الداخلي والخارجي. فقد سعى رحمه الله إلى تطوير هذه البرامج بكل معنى وبكل ثقة حتى وصلنا إلى مراحل متميزة جدا، وكان سموه حريص على موظف المؤسسة أيضا بشكل كبير، فكان من أعماله للمسناها لموظف المؤسسة أن كان يستثنيهم من كل القواعد والشروط سواء كان في العلاج الطبي أو بتوفير منح دراسية لأبناء الموظفين في المؤسسة، أو كان يستثني أيضا ويدعم حصول أقارب موظفي المؤسسة أيضا على منح للحج، منح دراسية. فكان سعيه مشكور، ونسأل الله أن يتغمد فقيدنا بالرحمة والمغفرة. فقدنا للشيخ أحمد بن زايد ليس دولة الإمارات فقط بل العالم أجمع وللإنسانية جمعاء. وبحسب خبرتي مع في برامج الثابتة كان موضوع العلاج الطبي، أي استثناءات عندما كنا نرسلها للشيخ وفي حالات طارئة كانت ترسل إلينا مباشرة عبر الفاكس أو بالبريد المستعجل. وفي برنامج الحج كان اختيار أفضل الحملات، عدد 600 حاج داخل الدولة و1000 حاج أو 400 حاج خارج الدولة، وكل هذه كانت تقام بإشراف مباشر من سمو الشيخ رحمه الله. ونحن نعيش هذه اللحظات الحزينة، فإننا في نفس الوقت نؤمن بقضاء الله وقدره، آملين منه عز وجل أن يحفظ صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه وجميع آل نهيان الكرام، إنه سميع مجيب. إذن نشكر ضيوفنا في الاستديو، الأستاذ سالم عبيد الظاهري مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، شكرا لك. والأستاذ عبد الحميد نجيب عبد الحي مستشار مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على هذه المشاركة. شكرا دورنا، نشكركم على ما قمتم به وإتاحة لنا الفرصة هذه، ونتمنى إن شاء الله أن يكون اللقاء بيننا وبينكم والاتصال دائما إن شاء الله. شكرا على حضوركم. اسمحوا لي أن أقول أن الشيخ أحمد بن زايد رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد الأعمال الخيرية والإنسانية لم يغيب عنا، فإذا غاب عنا بجسده فهو معنا دائما بخططه وبرامجه وباستراتيجيته وفكره وأعماله ومشاريعه، فنحن إن شاء الله على دربه ماضون، وفي هذه الأعمال سننفذ كل التعليمات التي خطط لها والتي أمر ووجه إليها. ضيوفنا الكرام، يرحل الرجال العظماء وتبقى سيرتهم وأعمالهم. يقول زملاء الشيخ أحمد بن زايد في جامعة الإمارات وخاصة الذين درسوا معه: لو كان التواضع رجلا لكان اسمه الشيخ أحمد. نسأل الله أن يتغمد الفقيد واسع رحمته. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقول: ألهم ذويه يا ربي ألهم.